جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القائلون بذلك شيخ صالح بالنسبة للنساء، لأن عورة المرأة أمام النساء كعورة الرجل كما أمام الرجال، هل لهم مستند؟ هذا يدور على الألسنة، ولكن بالرجوع إلى كتب أهل العلم لم نجد له أصلا من كلامهم فيما اطلعنا عليه، ولا حاجة إلى إشاعة هذا القول. فكون المرأة تبدي ما فوق السرة عند النساء، أو تبدي ما تحت الركبتين عند النساء، كما يقال إن عورتها عند النساء كعورة الرجل عند الرجال، فهذا شيء يحصل به فتنة ويحصل به شر. نعم. إذا تنصحون النساء بأن يتمسكن بالحشمة والآداب حتى أمام النساء، حتى أمام النساء ليكن قدوة صالحة، قدوة حسنة. نعم.